ان كما كان متوقع وان كان متاخر جدا ظهرت براءه الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد من التهم اللي كانت طبعا ظالمه وجائره وفاجره واللي تعرض ليها بعد ادارته لمباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي التونسي في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا في نسختها اللي فاتت. وجي قرار براءه الحكم الجزائري من قبل الاتحادين الافريقي الكاف والجزائري الفاف واللي عملوا تحقيقات شامله واخضعوا مهدي عبيد للتحقيق وتمت مواجهته بكل الاتهامات ومنها تلقي رشوه من النادي الاهلي مقابل تسهيل فوزه. وكان النادي الاهلي فاز طبعا في ذهاب النهائي 3-1 على الترجي التونسي وشهدت احتساب كمان المباراه دي الحكم الجزائري لثلاث ضربات جزاء في المباراه بعد ما كانوا بيستخدموا فيها تقنيه حكم الفيديو الفار للمره الاولى في تاريخ بطوله الانديه الافريقيه. وتعرض الحكم وقتها لحمله شعواء وتم ايقافه من قبل الاتحاد الافريقي ودفع النادي الاهلي طبعا الثمن ده غالي جدا بسبب الحمله اللي كانت على الحكم دي. وكمان الكاف انزل بحق النادي الاهلي سلسله من العقوبات الظالمه والجائره والسريعه حتى ده كان قبل خوضه لإياب النهائي في تونس في يوم 9 نوفمبر اللي فات وتم إيقاف المهاجم المغربي وليد أزارو مبارتين وتم إحالة كمان المدير الفني لنادي الأهلي وقتها كارتيرون للتحقيق.